نتجه الآن من سريلانكا إلى السودان لنستمع إلى تلاوة المتسابق محمد علي عبد الله، نشاهده سويا على الشاشة. الاسم محمد علي عبد الله، الجنسية سوداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. آمين. إذن المتسابق محمد علي عبد الله من السودان، تعليقكم شيخنا الكريم؟ بارك الله فيك يا أخي محمد، ما شاء الله أنت قطعت مشوار في طريق التعلم، وهناك بحث من أبحاث التجويد اسمه تخليص الحروف. تخليص الحروف يعني تخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم. أنت أتقنته، أنت متقن لهذا المبحث. قلت خلقني خلقني، ففخمت المفخم ورققت المرقق، كان جميلة جدا. عندك مشكلة بأمر أمرين. الأمر الأول غنة شبه دائمة، غنة من الأنف شبه دائمة، لا تخرج غنة إلا مع الميم والنون. الأمر الثاني في حرف القاف بحاجة إلى تدريب، انتبهت؟ وأمره سهل، اسمعني. قا 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 من أقصى اللسان. قا قا قال قالوا ويسقين يسقي يسقي قاقوقي. تدرب عليه مفتوحا، تدرب عليه مفتوحا، مضموما، مكسورا، ساكنا، وليس الصوت الذي أتيت به. يصعب علي أن أقلدك به. خطيئتي، فخم الطاء. خطي طا طو طي خطيئتي، وفخم الطاء وفخم الخاء. خا خا ولا تقول خا. خا انظر، خا خا. هل لاحظت الفرق؟ أنت قلت خطيئتي، خا صوابها خا خا، اضغط الصوت إلى سقف الحلق. الله يرضى عليك ويسعدك، بالتوفيق إن شاء الله.